تعالوا كده النهاردة هنشوف ازاي هنعمل تصميم دمج مع بعض، وايه هي الحاجات اللي لازم نراعيها واحنا بنعمل تصميم الدمج. قبل ما نعمل اي تصميم مانيبوليشن لازم الاول نخلي بالنا من كام حاجة. اول حاجة عندي اللي هي الابعاد بتاعة الصور، بعد كده نخلي بالنا من الاضاءة، كمان الالوان مهمة جدا ان احنا نخلي بالنا منها، حرارتها اضاءتها، كمان طريقة دمج الألوان مع بعض علشان يطلع لي تصميم كويس. بعد كده الهايلايت والشادوز دي لازم نخلي بالنا منها كويس، خصوصا الظل. طول ما انت بتعمل ظل احترافي طول ما هتطلع تصميم كويس. تعالوا كده مع بعض نشوف هنعمل التصميم ده ازاي. يلا بينا. ده التصميم اللي احنا هنشتغل عليه. تعالوا كده هنعرف مع بعض ازاي هنعمل التصميم، نظبط الالوان بتاعته ونظبط الاضاءة ونظبط الحاجات دي كلها زي ما قلنا مع بعض. كمان ازاي هنشتغل بعد ما نخلص دمج العناصر مع بعض على الكاميرا الرو فلتر علشان يطلع لي الشكل النهائي بتاع التصميم. دي العناصر اللي عندنا، دي الخلفية، ودي الصخرة لوحدها كده، وده العنصر اللي هشتغل عليه. طيب تعالوا كده مع بعض، الأول احنا عايزين نعرف الإضاءة بتاعة العناصر ماشية ازاي. احنا بنعمل حاجة بسيطة كده علشان نقدر نعرف الإضاءة بتاعة العناصر ماشية ازاي. بنعمل ايه؟ بنيجي هنا في الـ Adjustment Layer وبنروح فاتحين بلاك اند وايت لاير. تمام، خلينا بس الاول كده ننظم كل حاجه في جروب لوحدها عشان نبقى احنا عارفين بنشتغل ازاي. طيب هو ايه فايده البلاك اند وايت لاير اللي احنا عملناه ده؟ فايدته ان هو ما يشتتش عيني وانا بعمل الاضاءة. يعني انا لما بخلي الصورة ابيض واسود ده بيخلي عيني مركزة بس على الاجزاء اللي فيها الاضاءة، الفاتح والغامق. اما لو انا هشتغل على الصورة وهي بالوان زي ما هي، فالوان الصورة شوية هتشتت عيني وهتبقى مش دقيقة قوي علشان اقدر اظبط الضوء والظل بتاع الصورة. ممكن طبعا تشتغل من غير بلاك اند وايت لاير عادي، في ناس كتير بتشتغل كده، انا اغلب الوقت بشتغل كده، ولكن الفكره دلوقتي عشان تبقى انت عارف هتشتغل ازاي واللاير عندك هيبقى الاضاءه بتاعته واضحه وانت شايفها كويس ازاي. تعالوا كده مع بعض نشوف هنظبطها ازاي. اول حاجه هنيجي على العنصر بتاعنا هنا وهنروح عاملين Curve Adjustment Layer. لو انا اشتغلت على Curve Adjustment Layer كده هنلاقي الصورة كلها بتاخد ضوء زيادة او ان هي بتضلم كلها مع بعض. طيب انا عايز اخليها بس محددة على صورة العنصر اللي انا عايز احسن الاضاءة بتاعته او ادمج اضاءته مع اضاءة الخلفية. دي هعملها ازاي؟ هاجي هنا هقف بين الادجستمنت لاير هو الكيرف ادجستمنت لاير وبين العنصر وهضغط الت، هيروح ظاهر لي السهم ده اللي هو بيعمل كليبنج ماسك للادجستمنت لاير او للكيرف ادجستمنت لاير بس على قد العنصر. يعني اي حاجه هعملها هتبقى بس على العنصر ده مش على التوتال بتاع التصميم. طيب احنا عندنا هنا العنصر نفسه او الكلب ده صورته فاتحة عن الخلفية اللي وراه او عن الخلفية اللي احنا عايزين ندمج العنصر معها. طيب هنعملها ازاي؟ هنيجي هنا هنمسك في النص هنبدأ نقلل لحد ما نلاقي العنصر والخلفية اضاءتهم بقت قريبة من بعض. طب هو بس كده؟ لا، انا عندي حاجة كمان. هاجي كده على السهم ده وهبدأ أرفع شوية علشان كمان أنا العنصر عندي أو الخلفية عندي مش بس غامقة،
الخلفيه غامقه وفيها طبقه الى حد ما ضبابيه، يعني الشاربنس بتاعتها مش 100%. فانا هبدا اقلل الشاربنس بتاعت العنصر ده بان انا ارفع السهم بتاع الشادوز ده فوق شويه. طيب كده لحد ما نقدر نقول الاضاءه شويه تبقى قريبه من بعض. طبعا احنا لسه هنظبط الحاجات دي كلها مع بعض قدام في التصميم، ولكن احنا بنعمل حاجه مبدئيه كده عشان نشوف الشكل هيبقى التصور بتاعه ازاي. هنعمل اون شكل اللير كده وهنشوف ده قبل وده بعد. تمام. طيب دي اول حاجه عدلناها. بعد كده هنروح جايين عاملين سيلكتيف كلر. ايه فايده السيلكتيف كلر اللي احنا عملناها هنا؟ ان احنا بنعمل ساتوريشن ماب. ايه هي الساتوريشن ماب؟ علشان نشوف درجه الالوان مع بعضها تبقى عامله ازاي، اختلاف الحراره اللونيه بتاعه كل لون. احنا عندنا دايما الالوان بتتقسم لثلاثه اساسيه، ار جي بي اللي هو احمر والاخضر والازرق. دايما علشان نظبط الحراره بتاعه الالوان دي، كل العناصر مع بعض لازم حرارتها تكون مظبوطه. مش قصدي الالوان، يعني مش قصدي هقلب الازرق احمر او الاحمر اخضر او كده، لا، انا اللي اقصده هنا الحراره بتاعه الالوان، حراره اللون بتاعه العنصر مع الخلفيه اللي احنا هنشتغل عليها. طيب هنعمل دي ازاي؟ هنيجي على السلكتيف كلر هنا وهنبدا هنعمل ايه؟ هنيجي على كل لون، هنيجي على الريدس على الالوان الحمراء ونقلل البلاك بتاعها. بعد كده هنيجي على اليلو ونقلل البلاك بتاعها. مع الجرين كذلك، سيان، بلو، ماجنتا. هنيجي بقى على اخر ثلاث عناصر اللي هم الوايت والناتشرز والبلاكس. مش هنقلل زي اللي فاتوا، لا، احنا هنيجي على الوايتس وهنروح معلين البلاك بتاعها للاخر. هنيجي على الناتشرال ونروح معلينه على الاخر. هنيجي على البلاكس ونروح معلينه على الاخر. فظهر معايا بالشكل ده. طيب هو ايه اللي ظهر ده؟ حراره الالوان او التشبع اللوني بتاع الصوره، كل ما المكان كان فاتح كل ما التشبع اللوني كان زيادة، كل ما المكان كان غامق كل ما التشبع اللوني بتاع الصورة كان أقل. طيب هنيجي هنا وهنروح عاملين هيو اند ساتوريشن، برضه هنعملها كليبنج ماسك عشان تأثر بس على العنصر اللي عندنا، وهنبدأ نشوف هل العنصر ده ألوانه زيادة عن الخلفية ولا أقل. اللي احنا شايفينه هنا ان الالوان بتاعه العنصر محتاجه تزيد شويه. طيب هنعملها دي ازاي؟ هنيجي هنا على اليو ان ستريشن وهنروح رافعين شويه كده، وهنيجي نبص على اللون بتاعها. يبقى ده عندنا قبل الهيو انستريشن لاير وده بعد الهيو انستريشن لاير. طبعا الحاجات دي كلها لسه هتتظبط بعدين زي ما احنا قلنا، احنا بس بناخد لاين اساسي كده نمشي عليه وايه اللي احنا هنعمله. طيب عندنا حاجه كمان اللي احنا نعملها، اللي هي نعمل ايه؟ نعمل كلر بالانس. الكلر بالانس ده احنا بنعمل توازن للصوره بتاعه العنصر للالوان بتاعه العنصر مع الالوان بتاعه الخلفيه. تمام. طيب تعالوا نشوف هنعمل ده ازاي. هنروح جايين هنا كده ومختارين سوليد كلر، وهنخليه جري. طيب ليه خليناه جري؟ علشان يشيل اي لون منه، انا بس شغال على اللومينوسيتي، شغال على ال الإضاءة بتاعة الألوان أو حرارة الألوان بمعنى أصح. هنيجي هنا هنحوله من نورمال
لوميناسيتي بالشكل ده، شايفين الالوان عامله ازاي. طيب علشان نعمل بالانس للالوان دي هنعمل ايه؟ هنيجي هنا هنروح عاملين كيرف ادجستمنت لاير كده، وهنبدا نتحكم في لون لحد الالوان بتاعه العنصر ما تبقى قريبه من الوان الخلفيه. طيب هنيجي هنا على الريدز، هنختار العلامه دي اللي هي علامه الايد اللي عليها سهم طالع ونازل، وهنبدا نتحرك في درجه الاحمر بان احنا نعليها او نقللها حسب الحراره بتاعتها في الخلفيه. كذلك هنيجي على الاخضر، الازرق، لحد ما تحس ان الخلفيه والعنصر بيندمجوا مع بعض في الحراره بتاعت الالوان بتاعته. طبعا لما تطفي لو هتعمل ان تشيك للاير ده بص هتلاقي الالوان كلها ضربت ولسه ما ظبطتش مع بعض، بس ده هنشوفه بعدين، هنشوف الاضاءه والالوان بتاعت الحاجه دي بعدين. ده قبل، شايفين اللون كان عامل ازاي، وده بعد، اللون الى حد ما بدا يدخل في الخلفيه اللي معانا. طيب احنا ممكن نعمل حاجه كمان، هنيجي هنا ونروح عاملين كلر بالانس، برضه هنعمل له كليبنج ماسك، ونبدا نظبط الالوان بتاعه الخلفيه نشوفها هتعمل ازاي. هنيجي هنا الاول في الميد تونز، هنقلبها شوية على الأزرق لأن الخلفية واخدة تون أزرق وماجنتا شوية أحمر. بعد كده هنيجي على الهايلايتس، شادوز، شوية هنزود الأزرق بتاعها، ماجنتا، لحد ما نوصل لأقرب درجة لونية للعنصر مع الخلفية. نيجي نعمل انشيك لير، نشوف قبل وبعد. هايلايتس محتاج الأحمر بتاعه يقل شوية والأصفر يزيد شوية، الميتونز برضو شوية هنقلل الأحمر نزود الأصفر شوية وهنمسح منها أخضر شوية. زي ما احنا شايفين كده الألوان تقريبا بقت قريبة من بعض. طيب هنشيك لير دول، بص الشكل الأول كان عامل إزاي، بعدين نعمل لهم تشيك لير تاني. طيب كده احنا خلصنا اول عنصر، هنيجي بعد كده للعنصر التاني، نفس اللي عملناه مع العنصر الاولاني هنعمله مع العنصر التاني. اهم حاجة لازم نظبط الاضاءة ونظبط الالوان بتاعت كل عنصر. تعالوا كده نشوف هنعملها ازاي مع بعض. نيجي هنا برضو كذلك بالترتيب، هنروح عاملين كيرف ادجستمنت لاير كليبنج ماسك، هنبدا نقلل الاضاءه لحد ما نوصل الشكل المناسب ليها او الضوء المناسب. زي ما احنا شايفين
قال له بعد. بعد كده سيلكتف كولر، شوف درجة الألوان. الصخرة شوية محتاجة إن ألوانها تزيد، هي انسبريشن لاير، وهنزودها شوية. المنظر اللي احنا شايفينه ده بعد كده Curve Adjustment Layer، وهنبدأ نظبط حرارة الألوان بتاعة الصخرة. مش هيكون فيها شغل كتير لهم لأن هما شوية قريبين من بعض. شيك لير ده قبل وده بعد. برضو لو عايزين بس نأكد الموضوع هنعمل color balance. بعد color balance هنبدأ نظبط الألوان شوية. highlights وانت بتشتغل ما تعتمدش على الارقام، الارقام اللي في الشاشه، اعتمد على عينك هي شايفه الحاجه ازاي. وكمان زي ما احنا قلنا، علشان ساعات من كتر التركيز في التصميم عينينا ما بتكونش مركزه كويس، فاحنا بنعمل تشيك للالوان عن طريق السلكتيف كولر او عن طريق الكولر فيلتر. طيب احنا كده لحد ما الالوان والاضاءه عندنا بدات تظبط شويه. برضو خلينا كده نشوف مع بعض، ده كده قبل الوضع مختلف خالص، دي الوان واضاءه ودي الوان واضاءه، ده كده بعد. بعد كده هنبدأ بقى نمسك عنصر عنصر، هنظبط الهايلايتس بتاعته ونظبط الشادوز. طيب بنعمل دي ازاي؟ أول حاجة هنيجي على العنصر ده هنا كده، وهنروح عاملين لاير، مش هنختار لون اسود، نختار اغمق درجه في الخلفيه، هي شويه ماجنتا غامقه. طيب انا عندي الضوء جاي من انهي اتجاه؟ انا هنا الضوء بتاع الصوره مش شارب، مش مديني ضل على الارض، فعشان كده مش عارف احدد اتجاه الضوء. ولكن انا شايف ان الضوء جاي من هنا، جاي من النص، من الجزء ده، يعني هو جاي من الجزء اللي انتوا شايفينه ده، تمام. فعلى اساس ده هبدا ارسم الضوء على العنصر بتاعي واحدد الظل بتاعه. طيب
أمريكا، نروح أمريكا ده الترو باك سبيس، عملنا فل تمام على اساس ان ده الشادو بتاع العنصر. طبعا موضوع الشادو ده محتاج حلقه كامله لوحدها علشان نبدا نشرحه فيها. الموضوع هيحتاج مننا شوية شغل. هنيجي هنروح عاملين ملتبلاي فلتر فير جاوز اند فير وهنيجي هنعمل حاجة. هنروح عاملين جريدينت هنا، هنعمل ماسك، هنعمل gradient وهنبدأ نسحب علشان يعمل لي تدرج، لا تدرج في الظل للعنصر. طبعا انت كل ما هتكون قريب من العنصر هيكون الظل اغمق، وبعد كده بيكون الظل افتح زي ما احنا شايفين بدأ العنصر يدخل شوية في الصورة، بدأت كمان تظهر الملامح بتاعة العنصر. لو تلاحظ عندنا احنا هنا من الجزء ده، خلينا كده نلون بقى اي لون تاني عشان بس تشوفوا احنا قصد ايه. الجزء ده اغمق من الجزء ده. طيب ليه الجزء ده اغمق؟ لان في النقطه بتاعه التلاقي بتاعه العنصر والارض هي اللي تحته بتكون اغمق. بعد كده بيبدا ينتشر الظل قدام معانا، بيبدا يخف بالتدريج. يعني انت لو لاحظت انا لما هاجي هحط ايدي حاجه كده، النقطه اللي تحت ايديا دي بتبقى غامقه لدرجه ان هي بتوصل للون الاسود تمام، وبعد كده بيبدا الخيال ينتشر واحده واحده. يعني هنشوفها هنا كده مع بعض زي ما احنا شايفين اللون اهو غامق كده وبيبدا يدخل بدرجة فتح كده. هو كله غامق فاحنا ما بتعملش درجة عن درجة، لكن كده فيها تدرج إلى حد ما. تعالوا بعد كده هنبدأ نخلي العنصر نفسه يبقى من تحت غامق، لأن هو في نقطة تلاقي زي ما احنا قلنا بين العنصر وبين الأرضية اللي تحت. هنيجي هنا كده وهنروح عاملين كليبنج ماسك، هنغير نختار برضو الجزء الغامق ده كده. وهنيجي هنا، انا ليه عملت كليبنج ماسك؟ علشان الون بس على العنصر اللي عندي. اجي هنا واختار البرش ان هي تكون سوفت، وهبدا الون كده في العنصر. مالتبلاي وهبدا خفف شوية فلتر بلور جاوزن بلور
ولاحظ معانا كده ده قبل كده بعد. الصورة بتبدأ شوية شوية تندمج وتدخل مع بعض زي ما احنا شايفين. طيب نبدأ بعد كده نرسم الإضاءة على العنصر اللي عندنا. نسحب كده، احنا مش عايزين كيرفز، احنا عايزين كيرف من هنا. نعمل كيرف ادجستمنت لير. وهنبدأ نرفع الإضاءة علشان نحدد الإضاءة على جزء معين. في حاجتين، يا إما هنعمل الإضاءة زي ما هي كده وأبدأ ألون بالفرشة السوداء على الأماكن اللي أنا مش عايز فيها الإضاءة، أو هنعمل حاجة تانية وهو إن احنا هنعكس الماسك بتاع الصورة. الماسك لما بيكون كله أسود معنى كده إن هو كله مختفي، مفيش أي حاجة ظاهرة منه على العنصر. لما بيكون كله أبيض معنى كده إن هو بيكون التطبيق أو أنا الحاجة اللي احنا عملناها عليه كلها ظاهرة. طيب هنشوفها كده مع بعض. انا بس يمكن مش عارف اشرحها بس هنشوفها مع بعض. نروح ضاغطين كنترول اي علشان نعكس الماسك، وهنبدا نضغط اكس عشان نغير لون الفرشه، وهنبدا نلون على الاجزاء اللي هنا اللي احنا عايزينها تبقى فاتحه بالمنظر ده. تمام، ده قبل ده بعد. عايزين بعد كده بقى نديها درجة اللون دي. هنروح عاملين لير جديد كده فاضي كليبنج، وهناخد هنضغط Alt واحنا واقفين على الفرشة، ونروح واخدين لقطة من أفتح حتة وهنبدأ نلون بيها. هنعمل بقى ايه؟ Alt Backspace، وهنيجي نعمل ماسك وهندوس Alt واحنا بندوس ماسك علشان يعكس معايا اللير. ممكن بقى اروح اعمل حاجه ثانيه، هروح واخد دايس Alt هنا وساحب الماسك اللي تحت فوق، فهو هيطبق لي على الجزء اللي انا اشتغلت فيه في الاضاءه اللي قبل كده اللي هي بتاعت الكيرفز. طيب هنيجي هنروح مغيرينه، هنعمله سوفت لايت، وهنبدا نهديها شويه. اللون طلع معانا شويه اصفر، احنا عايزينه شويه اقلب على الاورنج. خلاص كنترول Alt Backspace، هيغير معايا اللون بالمنظر ده. أهم حاجة وأنت بترسم الضوء والظل تتأكد إن أنت بتبقى واقف على الماسك مش واقف على الليف.
ممكن نروح كده عاملين كمان سوليد كولر، واخدين فيه شوية ماجنتا لأن اللون عندي قالب على الماجنتا. كنترول اي سوفت لايت، وهنبدأ نقلله كده المنظر اللي احنا شايفينه ده. في حاجة كمان بنعملها، ان احنا ممكن نروح واخدين من الباك جراوند كده الت كليبنج، هنروح محولينها لكلر، هنيجي فلتر بلور جاوس اند بلور، هنروح رافعينها لألف علشان تبقى كول الألوان بتاعت الخلفية دخلت مع بعض. وهنيجي نبدأ نقلل اللون ده لحد ما نوصل للون المناسب. نيجي هنا هناخد من اللون ده، وهنبدأ هنا عشان دي برضو داخلة في الظل بتاع الصورة. Alt Backspace. طيب احنا ايه بقى الغلطة اللي عملناها؟ ان احنا عملنا كليبنج ماسك عليها، احنا مش عايزين نعمل ده. احنا هنروح ساحبين ده من هنا كده وحاطينها تحت اللاير، عشان احنا عايزين نعملها ظل. نيجي نروح مغيرين مالتبلاي فلتر بلور كاوزن بلور، هنبدأ نقلل الدرجة بتاعته. زي ما احنا شايفين هنيجي كمان نروح عاملين كمان لير وهنبدأ نرسم كده خفيف لأن المفروض إن الأماكن دي غامقة. بالمنظر ده طبعا لسه في خطوات تانية هنعملها مع بعض كتير، بس انا كل الموضوع مش عايز الفيديو يبقى طويل، فهنعملها كده بسرعة. هنيجي على الصخرة، نبدأ نرسم الإضاءة، طيب احنا ليه كل شوية بنعمل جاوس اند بلور؟ احنا بنعمل جاوس اند بلور علشان
نخفف الحدة بتاعة الضوء اللي عملناه شوية كده. جايين تاني وعملنا سكرين. طبعا هو التصميم مش هيطلع معانا دقيق 100%، انا بس بوريكم الخطوات اللي احنا المفروض بنعملها مع بعض علشان في الاخر اخد تصميم متناسق لونيا، متناسق من ناحية الضوء ومن ناحية الظل. نيجي هنا ونحول دي سمارت اوبجكت فلتر في الجاليري شفت. هنبدأ ننزل بيها بالشكل ده فلتر الالم تلت شفت. تمام، ده بلو بلور وده بعده. طيب علشان الصورة شوية تبدأ تدخل مع بعض هنبدأ نعمل شوية حاجات كده. هنيجي هنا وهنروح عاملين كولر لوك اب وهنبدأ نظبط طول الصورة بحيث ان هو يدمج لي الحاجات كلها برضو مع بعض بشكل معين. أحسن من كده وهنبدأ نقلل الـ opacity بتاعته شوية. ناخد كمان واحدة وهنبدأ برضو هنحاول بس نعمل gradient color كده مع بعض. هنقلل كمان نروح عاملين كيرف ادجستمنت لير وهنبدأ نقلل كده. نيجي هنا نعمل جريدينت نغير اللون خليه فاتح شوية. هنروح عاملينه من لينير لريديال نجيبه هنا وهنغير بلندنج مود بتاعه نخليه سكرين بحيث ان هو يعمل لي اضاءة. ممكن نزود السكيل بتاعه بحيث ان هو ينتشر اكتر في الصورة. كل الحاجات دي بقى بترجع لذوقك في الاول وفي الاخر علشان تعرف تدمج صورة بشكل كويس وشكل صح. نيجي كمان هنا هنروح عاملين
ممكن نروح عاملين كده. سوليد كولر. دبل كليك. هيروح فاتح لي البلند اف. طيب كل الحاجات دي هنشرحها بعدين، انا بس بوريكوا ازاي ان احنا بنحاول ندمج العناصر مع بعض وايه الادوات اللي احنا بنستخدمها. انا كده بسحب الضوء من الشادوز وبخليه بس في الهايلايتس بتاعت الصوره، وعاملين نفس اللون وعاملين سوفت لايت او اوفرلي علشان الالوان الاثنين بيدوني نفس التاثير، ولكن بدرجه كل واحد بدرجه مختلفه عن الثاني. يعني السوفت لايت شويه تاثيره اقل من الاوفرلي. دي بقى كل الحاجات دي زي ما قلت قبل كده بترجع لعينك وهي شايفة التصميم ازاي، او انت حابب التصميم شكله يطلع ازاي. سوفت لايت. نحط دول مع بعض في جروب واحد، هنسميه مثلا نيجي هنا كمان ممكن نروح عاملين gradient. نيجي احنا عندنا اللون ماجنتا غامق، اللون ده كده باي. وهنبدأ اكس، وهنبدأ نمسح من الأماكن اللي هي فيها ضوء بحيث ان هو بس يأثر لي على الأماكن الغامقة اللي تحت. أقول نرجع شوية التأثير كده. طيب صورة واحدة شوية من ماجنتا، تيجي هنا كده سوفت لايت، وهنبدأ نقلل بحيث ان هي تديني اللون ده. هاجي في الاخر هدمج كل الصور دي مع بعض، اروح عامل كنترول شيفت الت اي، ده بيجمع لي الصوره كلها مع بعض، وفي الاخر بيسيب لي الليرز اللي انا اشتغلت عليها قبل كده عشان لو حبيت ارجع ليها. حول سمارت اوبجكت، كنترول شيفت اي علشان افتح الكاميرا رو فلتر، وهبدا اظبط الحاجات عنصر عنصر. هبدا الاول بالبيزكس حسب بقى الضوء اللي انا عايزه، او حسب اللون اللي انا عايزه، التون اللي انا عايزه بتاع الصوره.
الاكسبوجر شويه، كونتراست، هايلايتس، ارفع الشادو شويه. طبعا هي بترجع في الاول وفي الاخر زي ما قلنا لرؤيتك انت ونظرتك للتصميم. تكستشر هنقلله شوية زي ما احنا شايفين كده. بيهيز ممكن نرفعه شوية. الفايبرنس بتاع الصورة انا شايف ان هو مظبوط، مش محتاج يزيد، ممكن نقلله شوية كده. نيجي على الكيرف، الكيرف ده بتاع الهايلايتس برضو واللايت والشادو بتاع الإضاءة، إضاءة الصورة ككل وإضاءة الألوان. هنرفع فيه كده في الهايلايت شوية، اللايت بتاع الصورة برضو شوية صغيرة، أماكن غامقة، الشادوز هننزلها شوية، الديتيلز الشاربنس بتاعت الصورة دي علشان لو في اي شوائب او حاجة يبدأ يخفها. نويز ريدكشن، كالر جريدنج دي لو انا عايز اغير التون بتاع الصورة اللي عندي. زي ما احنا شايفين احنا بس بنشرح بسرعة الحاجات اللي احنا بنحاول نظبطها علشان في الاخر الصورة تطلع بمنظر كويس وشكل الى حد ما احترافي. ممكن برضو تيجي هنا على ده كده وتروح نزود علشان ده بيعمل تقطير للصورة أو تحديد للصورة. فيزر، هايلايتس، شايفين ده قبل الكاميرا رو فلتر وده بعد الكاميرا رو فلتر. هيبدأ بقى خلاص هو كده دمج العناصر كلها مع بعض تقريبا. خلينا كده طيب نشوف الموضوع قبل. ده كده قبل اي تعديل احنا نعمله. ده كده الشكل النهائي. كده بنكون خلصنا النهاردة. اتمنى يا رب ان انا اكون فدتكم وما طولتش عليكم. ان شاء الله استنوني بقى في الحلقة الجاية هنبدأ نشرح كل حاجة احنا عملناها بالتفصيل. الشادوز ازاي بنعملها بالتفصيل، الاضاءة، الحاجات دي كلها. إن شاء الله أشوفكم في الحلقة الجاية على خير. تشرفت بيكم.